قصه الفيلم بتدي بيا كلاعب تنس ابتدى تنس متاخر، عنده 21 سنه وعنده حلم انه يوصل لحاجه، و اوريدي بتبتدي تنس متاخر، ده شيء مستحيل يعني. بتمرن اكتر من 8 او 9 ساعات في اليوم لغايه بيحصل قطع في ظهري، برجع تاني بس في العمر 23 باخد الوايلد كارد وبتصنف عالميا، وده شيء صعب. وعايز اقول لهم رساله مهمه قوي، ما تستنوش حد يساعدكم، ما تستنوش حد يطبطب عليكم، خليكم اقوياء، خليكم انتوا قوتكم في نفسكم. شوف حلمك، شوف هدفك، شوف عايز تبقى ايه، حارب مهما ضربات جت من اليمين ومن الشمال. النهارده هيشوفونا ضعاف، بكره هنبقى قوية.